بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الكرام. مرحبا بنا جميعا في الحلقة الثالثة، واليوم إن شاء الله احنا في صحبة سيدي محمد بدوري أحد أبناء سيدي الشيخ وابني أيضا. سيدي محمد هو في الطريق منذ حوالي 4 سنوات، لم يصاحب سيدي الشيخ لفترات طويلة، ولكن صحبه لعدة فترات وإن كانت قصيرة، سواء بفرنسا عندما كان يدرس بفرنسا، أو هنا بالمغرب أثناء العطل، أو لما رجع إلى البلاد. بالتأكيد سيدي محمد مرحبا بعدا في الأول. بالتأكيد أنك تعلمت الكثير من سيدي الشيخ، وبغيناك باقتضاب تحكي لنا أو تقول لنا أكثر شيء تعلمته من سيدي الشيخ واللي قدرتي تطبقه، أو اللي قدرتي نقوله تنزله في حياتك اليومية وفي نفسك وتعيش به وتذوق له. ممكن بكل تأكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. أما بعد، نعم سيدي الشيخ ما تعلمنا منه كل شيء، وأي مريد راه يقول نفس الكلام. بزاف الحوايج اللي تعلمنا من سيدي الشيخ، وأنا الحاجة اللي دابا اللي كتجيني في بالي وفي ذهني دابا هي استحقار النفس وتعظم الآخر. كيفاش أنك تستحقر نفسك وتعظم غيرك؟ كيفاش أنك إلا شفتي الشر في خوك المسلم عرف أنه مرايتك، وأنك عليك في الأول قبل ما تلوم خوك المسلم لوم راسك انت الاول، ولا لوم داك السيد اللي في المرايه، هو اللي تلومه الاول، هو اللي تراجع الاول، وعاد شوف هنا نفسك انت، يا راجع النفس ديالك، استحقر نفسك، فعاود ما تعطي داك الشر وتعطي الشر، تخرج الشر منك لغيرك. في مثال اللي عمري ما نساها، مذكره ان كيفاش دعي الله يعطي اليهود وداعيهم وداعيهم يعني، ولكن كاين واحد انك يمكن لك تدعي بالخير، يمكن لك تدعي بالهدايه، يمكن لك تدعي بلفظ ما ادعي ان ربي ينزل عليهم البلاء، ان ربي يعطيهم النار. حاجه واحده اخرى، ان الا جاك شي حاجه ضراتك في حياتك فهي بحد ذاتها راه تلقى، الا تاملتي فيها وشفتيها تشوف فيها الخير، وتلقى فيها أن مورها واحد الحكمة للمولى عز وجل، واحد الخير فيها، واحد الحكمة وخير كبير اللي ربي مخبعه لك، لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ممكن سي محمد بالنسبة للمسألة اللي قلتي اللي تعلمتي من سيدي الشيخ، وكيفاش تذوقتيها؟ واش عمرة قدرتي تذوق تلقى الأذى وبدون ما وتستحقي نفسك؟ تستحقر نفسك كيفاش نزلتيها في حياتك، وتلقى الأداء، وزيد عليها أن خادم الناس سيدهم.
ملي كتجمع هادو كاملين هاد داك الخادم كتعطي ديك الميت ديك الصوره ديك الخادم اللي واخا يجي شي واحد يسبو كتلقى حامي على الراس نعم مسحق الراس قلنا داك راه هو السيد هو اللي واصل وانا هو الضعيف وانك خادم. هادي تعلمتها ملي كنت في فرنسا كنت خدمت الناس خدمت ناس في مطعم واللي بدك الخدمة وبدك بعض المرات كيكونوا معصبين مع الضغط ديال العمل مع الضغط وانت كتصبر وكتسكت واخا تسمع راه ولا شي حاجة وتسكت وتكمل وتكون مزيان وخدام مزيان كيرجع لك داكشي بالحب وكتحس به ماشي تا كأي حب انك تحس به واحد الحب صافي كتحس بواحد الحب اللي صافي وكت ما شاء الله. وحاشا لله ان ربي يضيع العمل تاع شي واحد تعمل عمل بقلبك خالص تاكيد ربي الله. وصلت اللي ما نقولش انني سدت على ديك الناس اللي تسيدوهم لا ماشي ولكن حسبوني من بعد ما كتعرفيهم حسبوني من بعد بحال واحد منهم حسبوني ولاو حاسبيني في التالي حتى عارفيني في الطريق وداكشي واي يجيو يستشروا مع محمد خاصهم شي حاجه جاو باش يديروا المطعم ديالهم جديد غايجيو شنو غنديروا ولات الثقه نعم. ولات واحد الاستشاره رجعت لك بالخير رجعت بالخير نعم حاشت بالخير نعم. والحاله اللي عاوتاني انك تستحقر نفسك ان الانسان يقدر يضرك الانسان يقدر الانسان كما نقولوها بالدارجه ديالنا المغربيه يقدر يشمتك نعم يقدر ولكن في التالي فيها خير كما وقعت لي فرنسا ودابا انا ومازال لحد الساعه شويه بشويه بحال هكاك شفتي هذاك الخير ان داكشي اللي ديك لي طرا نعم كاين واحد الخير ها انت كل مره وكتزيد تشم كتشوف ان داكشي اللي طرا الخير وكتقول الحمد لله وتزيد تخرج من الحمد لله من القلب الحمد لله شكرا اللي وقع اللي وقع هكاك الحمد لله. وعلى ذكر ان يجي شي واحد يشمتك وتقول عليها الحمد لله وتحس تشوف واحد الخير عليها من بعد في واحد المذكرة ديال سيد الشيخ الدرس ديال سيد الشيخ اللي كهضر اللي شي ما نعطيش الكلام بالكلام هو هذاك ما نعطيه المضمون غير الفكرة المعنى ان السيدة شو اللي كان السبب انها في القرب ديالها من الله عز وجل وحازت عشق المحبة لله عز وجل هو ظلم الزوج ديالها ولا قلت التعدد اللي كانت الحياة القصوى اللي كانت دازت على ديك المرأة مع الزوج ديالها كان الزوج ديالها في التالي هو السبب انها تقربت من الله ونطقت حب الله. نعم شكرا وتنذكرني في هذا الموضوع هذا كانت احدى الاخوات احدى الفقيرات اشتكت ظلم شي واحد من الاهل ديالها والله اعلم دالها مال او شيء من هذا القبيل وقال لها بهذا اللفظ اللي دالك خبالك مع ان واخا تنظلموا ولا قدرنا نصبروا ونعفيو على الناس تيرجع لينا داكشي بالخير لا في الدنيا ولا في الاخره واللي مهم هو ان النفس تهدأ وفي نفس الوقت يبقى الاجر حنا مخبى عندنا بالطبع غاديش تكون سهله انت قلتيها لانك وحدك تكظم ديك الغيظ قال الله سبحانه وتعالى ديك الدرجه هذوك اللي ربي سبحانه وتعالى كيحبهم نعم. هما ذوك الكاظمين الغيظ والعافين فينا عن الناس واخا الانسان يظلمك هي ماشي سهله نعم ماشي سهله طبيعه انك تتعلموا انك تكظم ديك الغيظ هذيك الغيظ او ديك هذيك وتكظمها وتعفيها من الناس فيها خير كبير المهم ما يكونش رد فعل المهم ما يكونش رد فعل اللي يخرج على الشر او فيه يكون ظلم بظلم طبيعة الحال سيدي محمد الله يوفقك وشكرا جزيلا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم